ضربونا، سرقوا كل حاجتنا، سحلوا اختي من شعرها، ضربوا ماما، سحلوني على الارض عشان كنت مصرة امسك الشنطة بتاعتي وما سيبهاش، حاولوا يدخلوا العربية، كل ده والداخلية كلها بتتفرج على باب السجن. رحنا لحد البوابة وقعدنا نقول لهم، قعدنا نشخط ونقول لهم عجب كل اللي عملوه وشفتوا وانتوا قاعدين بتتفرجوا ما عملوش اي حاجة. وبعدين لقينا الستات راجعة دلوقتي ومعاهم عصيان، والمخبرين اللي على باب السجن رافضين يخلونا نعدي ورا الحاجز، وبيزقوا ماما تجاه الشارع عشان يا تمشي يا تروح ناحيه البلطجيه، عشان بس تبقوا فاهمين الوضع. بصوا، مجموعه من المحامين عشان نقدم بلاغ بخصوص الاعتداءات والعنف اللي تعرضنا له امبارح قدام سجن ترى وتحت اشراف الداخليه. اللي حصل كالاتي، انه سناء على البوابه اللي بره كان معاها محاميه منتظراها، طلعت تنتظرها بره ومعاها صديقتها اللي بتوصلها، وقفوا العربيه وطلبوا البطايق، ضباط لابسين مدني بقوا زقوا صديقتها وزقوا المحاميه وحطوا سناء في الميكروباص، ميكروباص ابيض كان واقف قريب، ومشوا بيه وراهم ثلاث عربيات ملاكي.